أكيد فينا ناس موجوعين من أهله، من بابا وماما أكيد. فأنا عايز أقول لك، مهما كان وجعك، مهما كان وجعك، في حل حقيقي. من فضلك تذكر إن أبوك تحت الضعف. إبوة أبويا إبوة ناقصة. خلفني بالجسد، إنما اللي كونه مش ضايق المسيح فما بقتش أنا في الروح بسببه. عايز أعرفك النهاردة على الأب الحقيقي، أبوك السماوي. الأب البشري يقول لي أنت فاشل، الأب السماوي يقول لي الله لم يعطينا روح الفشل بل القوة والمحبة والنصح. الأب البشري يقول لي أخرج عن بيتي امشي، الأب السماوي وما أنا رآه من بعيد ركض ووقع العنق وقبله. سأنا بقول لك يلي موجوع، أنت محتاج إنك تدوق أبوك السماوي، محتاج تدوق يسوع. وقف قصاده وقول له أنا جاي أتعرف عليك. دوق محبته، دوق حنانه، دوق غفرانه ليك، دوق طبطبته. بعد صلوات كتيرة هيبدأ يديك، تنظر بعين الشفقة لأبوك وأيضا هتغفر له. نمرة الأخيرة، سيتغير بسبب صلاتك. ده الطريق الصح، تبقى كلمة بابا لذيذة في بقك لأنك بتندع المسيح. أنت بابا الحقيقي المريح الحقيقي.